إنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الفردوس الأعلى هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين واجعل قيامنا قيام القائمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا فرجت ولا حبا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين أعطنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر.